السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكون بخير. النهارده بقى ان شاء الله هنعمل حاجه جميله خالص وبكل سهوله، هنعمل عجينه كنافه. مفيش اسهل من كده، مش هتشتريها تاني من بره خالص. حطينا قد ايه ميه؟ كوبايتين ميه وربع معلقه ملح. وربع كوبايه زيت صغيره، خليكي معايا والمقادير التزمي بيها علشان النتيجه تطلع كويسه. معانا كوبايتين دقيق، نفس الكوبايه اللي تعايري بيها الزيت والنشا والدقيق هي كوبايه واحده. يبقى دي حطينا قد ايه دقيق؟ نحط كوبايتين دقيق وربع كوبايه نشا وربع معلقه ملح وربع كوبايه زيت صغيره. مفيش اكتر من كده ومفيش اسهل من كده. بس طبعا ايه، هنحط كوبايتين ميه، بس انا ما حطيتش الكوبايتين كلهم علشان الدقيق كله مش زي بعضه، على حسب الدقيق بيشرب الميه ولا لا. فانا سبت شويه ميه، لو عاوزنا ميه نحطها في الاخر. فدي ربع كوبايه النشا اللي احنا حاطينها دلوقتي. دول قد ايه بقى؟ دقيق، كوبايتين دقيق وربع كوبايه نشا. يعني دلوقتي حسينا ان هي عايزه ايه؟ عايزه ميه. فانا ما رضيتش احط كوبايتين الميه كلهم علشان الدقيق كله مش زي بعضه، فهحط ربع كوبايه تاني الميه اللي انا كنت سايباه. ممكن تعمليه في الخلاط عادي، ممكن تضربيه في الخلاط، بس انا عاملاه كده علشان لو محدش عنده خلاط ولا حاجه فيبقى ايه، اعرفكم ان الموضوع بكل سهوله، مش محتاج خلاط ومش محتاج اي حاجه خالص. هنضربه كويس كده علشان ايه التكتلات تروح، ميبقاش في تكتلات، بس الموضوع لازم نصفيه. حتى لو مفيش تكتلات لازم بعد ما نخلص يا جماعه الخليط ده يصفى في مصفى علشان نضمن ان مفيش اي تكتلات خالص. وشايفين اهو مبقاش في اي تكتلات زي ما انتوا شايفين كده، بس انا برضو هصفيها علشان يبقى الخليط ناعم خالص. اقول لكم دلوقتي انا بدقق في الحته دي ليه. اهو زي ما انتوا شايفين، اهو هو ده القوام اللي احنا ايه محتاجينه. في سهوله بقى اكتر من كده وفي بساطه اكتر من كده؟ مش هتشتري كنافه تاني من بره ابدا. زي ما انتوا شايفين اهو الخليط قدامكم. هجيب بقى مصفى، هجيب منخل عندي كده واصفيه بيه. عندك مصفى تصفيها بيه عادي، انا عندي منخل كده عشان هو ضيق، فانا عايزاها ايه اصفيه عشان اضمن ان مفيش اي تكتلات خالص. اهو زي ما انتوا شايفين منخل اهو، حطيت الخليط فيه وبصفيه اهو علشان اضمن ان مفيش اي تكتلات. التكايه دي مهمه يا جماعه، لازم تصفوا العجين. هو مفيش اي تكتلات زي ما انتوا شايفين، بس لازم اصفيه يعني ايه للاطمئنان ان مفيش اي تكتلات. شايفين يا جماعة بكل سهولة، مش محتاجة اي حاجة خالص. كنافة بقى جميلة، يعني تقدري تتحكمي في سمك الخيوط بتاع الكنافة. عايزاها الخيوط سميكة بتوسعي الخرم بتاع الازاز، عايزة الخيوط رفيعة بتضيقيه. هقولك هنعمل ازاي ايه، هنجيب ازازة ونخرم الغطا بتاعها ازاي واحدة واحدة بقى عشان ايه ما نحرقش ايه الفيديو لحد ما يجي وقت. لو وصلت يا جماعه للمرحله دي ما تنسونيش بقى ايه في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. بصوا بقى الحاجه المهمه بقى اللي انا بقول لكم عليها، جايبين ايه ازازه وجايبين ابره اهو، هنحطها على النار علشان انا عايزه اخرم الغطا بتاع الازازه. الخرم بقى اللي انت عايزاه، يعني انت عايزه انت تقدري في ايدك تحكم في ايدك، عايزه الخيوط سميكه تخينه ممكن توسعي الخرم، عايزاه الخيوط رفيعه خالص ممكن ايه تخلي الخرم صغير خالص حسب اللي انت عايزاه. انا عامله خرم وسط لان انا عايزه كنافه كده ايه بلدي، يعني انتوا عارفين البلدي دي ما بنجيبها بتبقى مش حلوه خالص، بتبقى لازقه في بعضها وعامله زي يعني العشوش كده، ما بتبقاش خيوط كده زي ما احنا عارفينها. البلدي جميله بس ما مش عارفه ما بقوش يعرفوا يعملوها، تلزق في بعضها كلها. زي ما انتوا شايفين انا جبت غطا الازازه اهو واخرمه من النص. انا بسخن الابره علشان يسهل عليا. شايفين انا خرمته بكل سهوله ازاي، مش محتاجه اي حاجه كده. عملنا ايه المعدات بتاعتنا بتاع الكنافه اللي احنا ايه، احنا دلوقتي بقينا ايه واقفين في محل كنافه بقى وهنعمل. وتشوفوا بقى ايه الحلاوه بتاعتنا بقى والشطاره بتاعتنا علشان تقومي ايه تعملي زينا. بعد ما ايه صفيناه يا جماعه وحطيناه في شفشق علشان ايه اسهل عليا ان انا ايه لها شفشق له بوز، احطه فين؟ في الازازه على طول. ايه هقوم دلقاه تاني في الازاز. اهو شايفين مفيش اي تكتلات ومفيش حاجه خالص.
اهو زي ما انتوا شايفين كده. جيب الازازه بتاعتنا بقى، اهو انا بوريكم الخرم وانا خرمته ازاي، اهو شايفين قد ايه صغير، يعني وسط، مش ضيق قوي ومش واسع قوي، شايفين اهو وسط اهو. دي الابره اللي خرمت بيها اهو بكل سهوله. في سهوله بقى اكتر من كده؟ اهو دي الازازه اللي هنعبي فيها ايه، الخليط. بعد ما عبينا الخليط في الازازه زي ما انتوا شايفين كده، هنحط صينية كبيرة على النار، نار وسط مش عالية قوي ومش هادية قوي، يعني نار وسط مش عالية ومش هادية. ممكن عندك طاسة تيفال ممكن ما تدهنيهاش زيت، الامونيا ممكن ايه دهن الزيت بسيطة بس منديل، ما تخليش الزيت واقف في الصينية. زي ما انتوا شايفين هنا ايضا العينين الاتنين في الصينية، انا جايباها كبيرة عشان ايه تاخد كمية. شايفين بقى الحلاوة والشطارة. شايفين انا بقيت واقفة في محل دلوقتي، شايفين الجمال والحلاوة، مش بذمكم ما يستاهلش لايك منكم. يا رب الفيديو يعجبكم كده ان شاء الله. شايفين الجمال بقى، اسيبها اول ما تعزل بقوم شايله، على شايفين بقوم ايه تعزل تقوم شايله معاكي بكل سهوله. شايفين الحلاوه والجمال، بتمسحي مسحه بقى ايه تشيلي ليه البواقي ايه بتاعت كل مره، يعني انا عملت كذا مره معاكم علشان ايه اوريكم قد ايه الموضوع بسيط وسهل. يعني شوفوا انا قعدت اعمل كذا مره معاكم وبصور علشان تبقوا شايفين الصورة اللي بتتكلم عن نفسها. شايفين الجمال والحاجات الحلوة اهو، بشيلها على طول يا جماعة، هي مجرد ما يعني تتشمع كده تقومي شايلها، ما بتسيبش خالص، لان هي بتبقى الخيوط رفيعة فبتستوي بسرعة جدا. اهو شايفين ازازة وبالفها، بس ما تتكاش على الازازة جامد، علشان لما تتكي جامد هتجيب الخيوط تخينة. يعني انت ايه يعني ايدك ميزان بقى، انت شايفة قدامي. ونفى البلدي بتاعتنا دي اللي ما بقيناش نلاقيها دلوقتي خالص، وما بنلاقيها بنلاقيها عامله يعني اكنها شبكه كده، يعني ملزقه كلها ببعضها، مفيش خيط زي اللي كان في دماغنا زمان ده ابدا. فانا بحبها ايه عايزاها وسط كده بين الرفيع وبين التخين، فانا عامله الخرم وسط زي ما انتوا شايفين كده. شايفين الخيوط بقى شكلها ايه، اهي الخيوط اهي جميله، ما خدتش مني وقت خالص. يعني الكوبايتين الجي دول عاملين له حوالي، انا ما وزنتش بس حوالي كيلو، يعني بالتقريب كده كيلو، بس انا ما وزنتوش بصراحه عشان للامان. اهو زي ما انتوا شايفين اهو، والله لو عملتيها هتعجبك جدا بصراحه، يعني انت هتبقي واقفه مبسوطه كده وانت بتعملي، بصراحه حاجه جميله قوي وسهله. وداعا بقى للمروحه عندي بتاع الكنافه اهو، ممكن الخطوط تيجي على خطوط عادي مفيش مشكله، يعني اهو انا مجرد بسيبها تتشمع كده ثانيه واقوم شايلها على طول زي ما انتوا شايفين كده، هي بتقوم شايله معاكي على طول اهي. انا بمسح بالمنديل مسح الزيت في الاول كده وخلاص، بعد كده مش محتاجه ان انا امسح بقى زيت تاني، لكن لو تيفال عادي مش هتمسحيها خالص بزيت. اهو شايفين الخيوط جميلة ازاي، تقدري تتحكمي في الخيط زي ما انت عايزة حسب الخرم اللي انت تخرمي، بس ما تتكيش على الازازة قوي، يعني الازازة وانت بتعملي ما تتكيش عليها جامد. شايفين يا جماعة الجمال والحلاوة، مفيش انا فكرتكم برمضان بدري، لسه بدري على رمضان وانا ايه بفكركم ان رمضان قرب، استعدوا بقى. شايفين بقى الجمال والحلاوه بقى، شايفين الكنافه بتاعتنا اللي خلصنا بقى كده بعد ما خلصنا. شايفين الخيوط شكلها ايه، الخيوط جميله ازاي، تحفه، بذمتكم ما استاهلش لايك منكم. لو عجبكم بقى الفيديو يا جماعه ما تنسونيش ايه في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس علشان ايه يوصلكم مني كل جديد ان شاء الله. شايفين الجمال والحلاوه، الكنافه شكلها ايه، شايفين خيوط الكنافه بلدي بتاعتنا الجميله، شايفين لونها تحفه. شوفوا عملوا الكوبايتين دي، عملوا الكميه دي كلها، تصدقوا بقى الكلام ده، اهو زي ما انتم شايفين هي دي الكميه اللي انا عملتها. ايه رايكم بقى في الكنافه بتاعتي، نفتح محل بقى ولا ايه رايكم؟ حسب بقى ما تقولوا لي في التعليقات ايه الجمال بقى، هتقولوا لي عجبكم ولا ايه رايكم؟ يا
يا رب الفيديو بتاعنا يكون خفيف عليكم كده، وان شاء الله يتجربوه وتقولي لي رأيكم فيه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.